يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق القلوب، صدق المروءة. المروءة قبس من علو المكارم وكمال النفس وتمام الأخلاق، بها يفترق الإنسان عن غيره من المخلوقات، وتتفاوت فيها درجات الناس، تحول بين العقل وبين الدنايا وبين الوقوع في الرذائل والموبقات، وترتقي بالنفس إلى مراتب عالية ومشاهد سامية. فالمروءة للنفس جمال، وللعقل كمال، وللعرض زينة، وللسمعة صيانة، وصاحب المروءة يحبه حتى من لا يعرفه، ويجله من يعرفه، ويسعد به من يتعامل معه، ويحترمه خصمه. وصدق المروءة مع الله سبحانه ألا يراك فيما يستحيا منه وما لا يليق القيام به، ومع الخلق بذل بلا شرط وعطاء بلا تخصيص، ومع النفس طلب معالي الأمور. والمروءات بستان عامر بأنواع كثيرة من ذات أفنان، منها إقالة العثرة، وغض الطرف عن الهفوات، والعفو مع المقدرة، والعطاء مع المنع، والوصل مع القطع. ونيل المروءة ممكن إذا شرفت النفس، وعلت الهمة، وتعود الطبع، وامتلك المرء زمام نفسه وقيادة هواه. وأهل المروءة يصدق فيهم قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق القلوب.